بسم الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب الجنة والنيران. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة، شوف هذه زاد ذبولة تبدأوا تصلي مع الأنذال ذوما شو يقول فيهم ربي، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى افيك نونشالونس، فماشي ذاك الانتوزياسم وك الحماسة اللي مش لاقيه ربي ومش نمثلو بين يديه ونساو كل ما سواه، هما ما عملوش هذايا، ماذا بيا وكاموش جاي ورائي وخادع، ماذا بيا ما يكونش معانا في الصلاة، راهو كي نقول معانا احنا حاضرين في الصلاة، المؤمن يجوش يكون غايب يفكر في غدس وش يعمل، واني مقالب يعملها ضد اللي عاشر فيه وشركاء وهلما جاب. يا ناس راهو غلبكم عدد المنافقين فاحذروهم، ومعاول الحذر مثل هذه الآية الكريمة والتي تليها زاد لكنا بصددها، لا تليها سنأتي إليها إن شاء الله. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، صدير إل بران النار أستنطاطوار شو وريونا اليوم معنا للخداع ويكونوا جواسيس ويعرفون من نحن ويعرفوا شيء دوامنا في إقبال على بيوت الله ونعمرها كما يريد الرحمن، نكون احنا خير المعمرين عبر التاريخ بطوله وعرضه وكثافته، والسلام على أهل الإسلام.